سائل يقول: عندنا أحد الدعاء يفتي بجواز سفر المرأة بدون محرم بدون محرم إلى طلب العلم الشرعي في الجامعات المختلطة، ويستدل بالضرورة وأن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس. هذه لخبطة، الفتوى هذه لخبطة. هو يفتي بعدم المحرم والرسول يوجب المحرم، أيهما اللي يؤخذ كلامه، الرسول ولا هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. أما قوله إن هذا ضرورة، هذا غلط، ما هو ضرورة. تعلم بدون سفر، العلم اللي تحتاج إليه سور من القرآن، معرفة شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة، هذه تعرفها بدون سفر، تعلمها من المختصرات أو من سؤال من حولها، ألا تحتاج إلى سفر. نعم.